شهد جناح هيئة الطرق والمواصلات بدبي المشارك في المؤتمر والمعرض التجاري العالمي لتكنولوجيا المواصلات والنقل إنوترانس الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الألمانية برلين إقبالا كبيرا من قبل المشاركين من مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصناعة وتشغيل أنظمة النقل والمواصلات من مختلف دول العالم. واستقبل جناح الهيئة في المعرض خلال الأيام الماضية أعدادا كبيرة من المشاركين والزوار من 47 دولة حول العالم، مما عزز من مكانة الهيئة ودورها الحيوي بشكل واسع بين هذه الدول، حيث تم عرض جميع المشاريع الحيوية التي طبقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من جسور وأنفاق وشوارع واسعة. كما تم استعراض وسائل النقل الجماعي التي تتميز بها إمارة دبي وأبرزها الحافلات العامة، إلى جانب وسائل النقل البحرية كالتاكسي المائي والباص المائي وفيري دبي والعبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل كبير على مشروع مترو دبي الذي نال إعجاب الزوار بتصميمه الفريد وقدرته خلال فترة وجيزة على تحقيق نقلة نوعية لإمارة دبي واستقطاب أعداد كبيرة من مرتادي، مما ساعد على الارتقاء في تطوير وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى عرض المشاريع المستقبلية للطرق من جهة ومشروع القطارات من جهة أخرى، سواء ترام الصفوح أو الخطوط المستقبلية للمترو. أصبحت دبي